السلام عليكم، أنا محمد غناجم. في هذا المقطع أحببت أن نستذكر وإياكم الأيام الخالية وأن نتحاور سويا، لذلك إن شاء الله سأجيب على استفساراتكم من خلال هذا المقطع. لنبدأ على بركة الله. السلام عليكم حبيبي محمد، عندي لك كم سؤال. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أنا أيضا أحبك. وين درست الطب؟ في أنقرة تركيا. هل تحب بنت؟ نعم أحب أمي. أعلم أنك تقصد الوجه الآخر للحب. لا، حاليا لا أحب أي فتاة. يعني مين أكثر شخصية تعجبك؟ إذا تقصد الشخصية بمعنى الشخصية، أحب الشخصية المتفائلة. شو نوع جوالك؟ سامسونج، سيغير إلى أبل قريبا إن شاء الله. السؤال التالي، إزاي بتنظم وقت بين الدراسة وعبادة ويوتيوب وشغل؟ وإزاي شعرك بالحلاوة دي؟ انت اللي ازاي كلامك بالحلاوة دي، وشكرا على العموم. بالنسبة لتنظيم الوقت بين الثلاث التي ذكرتها، أرتب الأمر حسب الأولويات، لذلك تجدني عندما أحتاج وقت لأولوية أهم أترك أولوية أقل كما حدث معنا بالنسبة لليوتيوب. طبعا ليس انقاصا بكم أو بجلساتنا معاذ الله، ولكن لابد للمرء أن يتعلم اتخاذ القرارات التي قد لا تعجبه هو نفسه ولكنها لهدف أسمى. السؤال التالي، سؤالي لك هو حول كيفية تطوير الذات إلى الأفضل. صراحة أشعر أنني لا يحق لي الكلام في هذا الموضوع لأنني ما زلت في طور تطوير ذاتي، ولكن إذا أردت خبرتي البسيطة المتواضعة في هذا المجال، لا بد للمرء بداية أن يعرف قدراته ثم بناء عليها يضع الأهداف. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه ثم يطوع النفس على تحقيق ما هدف إليه من قراءة وبحث وتدريب وإلى آخره. السؤال التالي، هل تتابع كرة القدم؟ وأنت مدريدي أم برشلوني؟ إذا تتابع، كنت مدريديا، كنت مدريديا مولعا بفريقي إلى أن خسر الريال جزائريا وبرتغاليا، يعني مهمين، وأنا صراحة أحب الفوز يعني. صراحة ما زلت أشجع الريال ولكن لا أتابع كثيرا هذه الفترة. أنت من أي مدينة من فلسطين؟ أنا من مدينة الخليل، خليل الرحمن. يا اشتقنا، اشتاقت لكم الجنة زينب، اشتاقت لكم الجنة زينب. كيف أتخطى المماطلة؟ في كل مرة أقول أنني سأدرس وأجتهد وأنظم وقتي ولكن بدون فائدة. هل لديك فكرة عن كيفية التخلص من المماطلة؟ نعم لدي، ويمكن أن أعدد لك الكثير من النقاط التي قد تساعدك، ولكنها لن تتخلص من خلالها من المماطلة نفسها، مثل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر المكافأة، البدء في المهام الصغيرة أولا إلى آخره. ولكنه برأي شخصي لا يوجد بشري طبيعي لا تمر عليه فترات يشعر فيها في الكسل والمماطلة، ولكن الفكرة في أنه يغير هذا السلوك في أقرب وقت ثم يعود ثم يغير ثم يعود ثم يغير. هذه هي الحياة برأي شخصي، فالفكرة في امتلاك إرادة التغيير نفسها. السؤال التالي، مادة كنت تحبها قبل الجامعة؟ أعتقد أنني كنت أحب مادة الأحياء، ربما لأن عمي كان يدرس هذه المادة وكنت مجبرا على أن أحصل على علامات كاملة معه، ولكنني أيضا أحب مادة الفيزياء. السؤال التالي، معك جنسية تركية؟ كم مرة أسأل هذا السؤال وكل مرة أقوم بتشغيل أنشودة موطني، هذه المرة سأنشدها لك. 3 2 1. موطني. السؤال التالي، أسماء أفضل 3 يوتيوبر عندك وليش؟ مبدئيا الكل خير وبركة، وأنا أحترم وأقدر الجميع بكل ما يقدمونه. الشخص الأول أعتقد أنه محمود العيساوي، يعني شخص جمعتنا به الأيام وتعرفت عليه على المستوى الشخصي، وله قصة خلف اليوتيوب والتواصل الاجتماعي جعلتني أحترمه جدا، طبعا هو يخبركم إياها إذا أراد. فكل التحية لك أخي محمود ومساء الخير، أعلم أنه يشاهدنا الآن. الشخص الآخر أعتقد أنه عمر الفاروق، صراحة لم يحصل بيننا لقاء حقيقي على أرض الواقع، أتمنى أن أقابله يوما ما وأتعرف على شخصه الطيب. هو شخص ذكي ومبدع، والجميل أنه يدرس الإعلام، هذا مجاله وتخصصه، فهذا يعطينا أيضا نظرة أن الشخص إذا درس شيء يحبه أبدع واستمتع. فكل التوفيق لك أخي عمر ومساء الخير لكم. إذا أردت شخص ثالث، أعتقد من المغرب العربي من الفتيات الأخت إحسان بن علوش، منشوراتها ومقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي تدل على نضوج فكري وتعكس صورة جيدة عن المرأة المسلمة بحجابها، فكل التوفيق لكم أختي إحسان ومساء الخير لكم أيضا من هنا. السؤال التالي، هل أنت أوتاكو؟
عاشق الأنمي، وإذا نعم هو أفضل أنمي وأفضل شخصية بالنسبة إليك. صراحة لا أتابع الأنمي، ولكن يبدو أنك أنت الذي تتابع، فجيد لك. ما هي أكثر الكليات التي تراها مناسبة للبنت؟ كل التخصصات والكليات تليق بهم، وبالعكس أحيانا تجد أن الفتيات مجتهدات أكثر من الذكور في بعض التخصصات، فلا يوجد فرق بينهم إذا ما وجد الاجتهاد والتفوق. متزوج؟ لا لا بعد. السؤال التالي: هل تضحك ومرح؟ أحسك نفسية. هذا كله في نقطة يا عبد العم. قال في شلة أغبياء راحوا على صاحبهم في المستشفى، فبيسألوه خير يا زلمة شو صار؟ فقال لهم لا والله ولا شيء، بس الوالد شوي متوفي. طيب يا محمد، كيف تمضي وقت فراغك إن كان موجودا؟ أعجبني السؤال. أقضي في أمور كثيرة: كرة القدم، الجلوس مع الأصدقاء، السياحة، السفر، إن كان موجودا طبعا. نصائحك للي حاب يبدأ يوتيوب؟ صراحة كثيرة النصائح، ولكن أعتقد أنك يجب أن تبدأ بشيء لم يسبقك إليه أحد، وأن تكون صادقا مع نفسك، ولا تهتم لكلام المحبطين، وأكمل ولا تنتظر أن يشكرك أحد. انصحنا نصيحة لوجه الله تعالى: لا تقطع الصلاة، فهي الصلة بين العبد وربه، أبقيها، صلي مهما كانت الظروف بك. أنا خاتم القرآن من سنتين، وأريد نصيحة تجعلني لا أترك قراءته وحفظ القرآن. القرآن الكريم سهل الحفظ وسهل النسيان، وهناك حكمة ربانية في هذه النقطة، ولكن لابد عليك أن تستمر، أو عليك أن تستمر في قراءته وحفظه من خلال التسجيل في دورات المراجعة ودورات الحفظ. وبالنسبة لي كوني بعيد في بلد أجنبي، يكون الأمر من خلال مجموعات الواتس أب المختصة بهذا الأمر. سؤال جريء: هل ممكن تتزوج واحدة من متابعينك؟ طبعا، لما لا؟ يعني بالنسبة لي لا يهم من أين هي، بل ما هي أخلاقها، دينها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزوجة الصالحة. ماذا ستقول لو سكت العالم كله لدقيقة واحدة ليسمعك؟ سؤال جميل صراحة، لا أعرف، يعني يجب أن يكون شيء قوي ومهم. أخبرونا أنتم ماذا ستقولون لو أتيحت لكم هذه الفرصة. هل قمت بزراعة لشعرك؟ لا طبعا، الحمد لله، ولكنني جزء من مستشفى يقوم بإجراء عملية زراعة الشعر، معلوماته في الوصف، أعتقد أنكم تعرفونه سنابل. هل الكرة الأرضية مسطحة؟ أنا سأسألك: هل الكرة الأرضية أساسا موجودة؟ أجبني أجيبك إن شاء الله. احكي لنا نكتة. طيب سأخبركم بموقف. يوجد زميل لنا طبيب أراد أن يحقن نفسه بإبرة في العضل، تعرفون يعني صعب أن يقوم بالالتفات ويحقنها لنفسه، فبالخطأ يعني جلس أسبوع كامل لا يستطيع أن يجلس على مؤخرته. الأمر مضحك، أطلب المساعدة. في النهاية أحبتي في الله، نكون هكذا قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، أتمنى أن يكون خفيف الظل عليكم. صراحة أنا اشتقت للجلوس معكم، اشتقت للإضاءة، للكاميرا، للاستوديو بشكل عام، فإن شاء الله سيكون لنا في الأيام القادمة جلسات كثيرة. اعذروا تقصيري، فوالله إني أحبكم في الله ولا أحب أن أقطعكم، ولكن هي الحياة. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.